الفيديو اليوم رح أكمل معكم سلسلة تحويل أكل البقرة إلى أكلات فخمة، وبس خليكم مع الفيديو. التحويل راح يكون بالرول كيك. أول حاجة قطعت الكيكة إلى شرائح، بعدين جبت كريمة بودرة وحطيت معها شوية حليب بارد وراح أخفقها. راح أوزع جزء من الكريمة فوق الكيكة، أما الجزء الباقي من الكريمة حطيت معه شوية نسكافيه وشوية حليب وراح أخفقهم. راح أسويه إنه راح أرسم على شكل دبدوب بالكريمة. أول حاجة راح أسوي الوجه، وبعدين راح أمسح بالملعقة علشان يجي السطح ناعم. وسويت الأذنين، وبعدين بعود كباب راح أعدل التفاصيل. وعلشان أسوي الأنف راح أستخدم شوي من الكريمة البيضاء، وراح أسوي باقي تفاصيل الوجه بالنوتيلا. علشان أسوي الخدود راح أستخدم سبرينكلز لون أحمر. وراح أزين الجزء الأبيض من الكيكة بسبرينكلز دوائر ملونة. وآخر شي حددت الشكل بالنوتيلا.
طريقة الصنع والمكونات بسيطة والنتيجة النهائية مرة بطلة. وثاني تحويل راح يكون بكوكيز من شركة جالكسي. بعدين جبت شوكليت جالكسي محشي بالكراميل، وراح أضيف قطعتين فوق كل حبة كوكيز. حطيت فوقهم مارشميلو ودخلتهم الميكروويف لمدة ثواني، وآخر شيء غطيتهم قطعة كوكيز. بصراحة الكوكيز نفسه طعمه عادي، بس مع نكهة الكراميل والشوكليت والمارشميلو طعمه صار مرة رهيب. وثالث تحويل راح يكون بالتوست. وراح ادهن التوست بحبتين جبنة كيري. بعدين جبت مربى فراولة وحطيت شوية منه فوق التوست، وبعود كباب راح أبدأ أشكله على شكل فراولة. أما الورق الأخضر راح أستخدم ورق نعناع للتزيين. أول حاجة حاولت أسوي النقط اللي على الفراولة بكريمة سائلة، بس حسيت إنه شكلها مو مرة، فقررت أرجع أسويها مرة ثانية بسبرينكلز دائري لونه أصفر. التحويل كان مرة سهل والنتيجة النهائية مرة كيوت. وبس هذه هي نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، واكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية. وباي.